أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، دعوني أبدأ بوصية لنفسي ولإخواني وأخواتي. الحقيقة يعني سبحان الله، لولا أننا نعتقد وننوي أن ما نقوم به الآن هو عمل من الأعمال الصالحة التي نسأل الله أن يجعلها سبباً لرفع البلاء عن إخواننا، والله لما طاب لنا كلام. الواحد منا يعني يشاهد المناظر والصور والمقاطع تضيق به الدنيا، وكل يوم وكل ساعة عم تتقدم عم بتزيد المشاهد يعني غلظة وقوة وبشاعة. ونسأل الله جل جلاله العليم الحليم الرحيم السميع البصير أن يلطف بأهلنا وإخواننا. فأريد منكم أن تنووا جميعا أن يكون هذا المجلس عبادة وطاعة، ولعل طاعة ويعني حسنة ترفع بلاء بإذن الله جل جلاله. فالبدن هنا ولكن القلب هناك والروح هناك، وهكذا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمة ملتحمة متحدة، إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، أكرمنا الله جل جلاله وأقمنا 5 مجالس في مقدمات علم العقيدة، وهي الحقيقة يعني حاولت قدر المستطاع أن أجمع فيها الأساسيات المقدمات التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة في دراسة هذا العلم. ثم نشرع بشرح متن، وحقيقة قبل ما نبدأ بالمتن هيك مقدمة سريعة عن المتن. هذا المتن إذا عدنا للدول الإسلامية والمدارس الشرعية، هذا المتن يدرس للأطفال، سامحوني يعني هذا المتن يدرس للأطفال، لا لأنه يعني سهل وبسيط ولا ليس مليء بالمعلومات، إنما لأنه قواعد أساسية. هذا من جانب، ومن جانب آخر لأن الأمة تعودت ونشأت وتوارثت هذا الأمر أنها تعلم الصغار العقيدة منذ الصغر، يعني 6 7 8 مثل هاي المتون لازم يكون حفظها. فهذا الذي سنقرأه الآن نظم، وما هو النظم؟ النظم هو علم لكنه كتب على طريقة الشعر. وما سبب هذه يعني هذه الطرق في كتابة العلم؟ حتى يكون أسهل لطالب العلم في حفظها. فأيم لنا يا شيخ أحمد واحد يقرأ لنا 5 أبيات من عقيدة العوام حتى نشوف إنه الصغار ممكن يكونوا حافظين. 5 أبيات بس، أول 5 أبيات مين من الأبطال بقوم؟ شو أول 5 أبيات هيك عشان تشجعوا الشباب؟ قوم يا قتيبة، يلا قوم، قف، قل له أول بيت. مستحيين؟ طيب، الحمد لله نحن شاهدناهم وسمعناهم، يعني هؤلاء الأشبال بين أيديكم بفضل الله جل جلاله حفظوا هذه المنظومة. يلا تعال يا أنس لنشوف، أعطينا هيك تطلع على اليوتيوب يا زلمة، يلا كسبها بس مش كلها تسحبها هيك رأسها من هون. أنا أقعد حافظها. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول
والآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمادا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تابع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد، فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. الحمد لله، عدد لا بأس به من الطلاب حفظها كاملة، 57 بيت تقريبا حفظوا وسمعوا. فأنا أريد من إخواني الأكبر، يعني نحن ما حنشرحها كلها، حنشرحها على مجالس، ممكن بالمجلس 5-7-10 أبيات حسب كل بيت كم يحتاج لشرح، لكن معك 7 أيام، إذا استطعت بهالسبعة أيام تضبط هذه الأبيات وتحفظها، بعدين إن شاء الله أنت عم تسمع شرحها وتضبط شرحها، بعدين بتكون أخذت متن أساس وأصول في مقدمات العقيدة، هذا يكون معك بإذن الله أينما كنت وحيثما حللت، ويكون ذلك أدعى لتذكر المسائل. وكما قلت لكم، تكتب هذه المنظومات حتى تحفظ، أنه إذا كتب هذا العلم ككتاب نثراً ليس نظماً فقد يكون يعني حفظه صعب، لكن كتابته بهذه الطريقة هذا أدعى وأسهل للحفظ. فأتمنى من إخواني أن يحفظوا هذه المتون. وهذا المتن صحيح أن كاتبه فينا نسميه من الخلف، كاتبه ولد بال1205 هجرية، الشيخ أحمد المرزوقي المالكي الحسيني، وهذا الإمام من أئمة المالكية في الفقه والعقيدة والقرآن، حفظ القرآن بالروايات العشر، وتخرج على كبار العلماء، وتخرج على يديه كبار العلماء، وكان مفتياً للملكية في مكة المكرمة، ودرس فيها، وكان له مجلس معروف في بيت الله الحرام، وكتب الله جل جلاله لهذه المنظومة القبول. وأنا أكرمني الله، سافرت في كثير من الدول وزرت كثير من المعاهد والمدارس الشرعية، كثير من المعاهد والمدارس الشرعية إذا بدأت بتعليم العقيدة فغالباً تبدأ بهذا المتن تحفيظاً وتدريساً. فأتمنى من إخواني أن يهتموا به قراءة وحفظاً وفهماً، حتى بإذن الله تعالى إذا ضبط يكون ما بعده سهل عليكم. وذكر الحقيقة شراح هذه المنظومة أكثر من واحد من الشراح، والعهد على الكاتب، يعني قصة لهذه المنظومة نقرأها سوياً قبل أن نبدأ بالشرح بإذن الله. يقول الشيخ محمد نووي الجاوي، وهو من علماء الشافعية وممن شرح هذه المنظومة، في شرحه على هذه المنظومة قال: اعلم أن سبب هذه المنظومة أن الناظم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام آخر ليلة الجمعة من أول جمعة من شهر رجب، سادس يوم حساباً من شهور السنة، من شهور سنة 1258. طبعاً إخواني، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. وطالما أن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بخير ويدله على خير، فهذه رؤيا حقيقية، وهذا مما لا نسمعه كثيرا لكنه موجود. وذكر كثير من أهل العلم أن كتبا ومتونا ألفت بسبب رؤيا رآها كاتب الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بأس به، وهذا أمر معروف ومتداول بين العلماء. قال: وأصحابه رضي الله عنه واقفون حوله صلى الله عليه وسلم، وين يعني؟ في الرؤيا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ منظومة التوحيد التي من حفظها دخل الجنة، ومن نال المقصود من كل خير وافق الكتاب والسنة. هنيئا لكم لمن حفظها، بدنا شباب يحفظوها إن شاء الله، حتى نسأل الله أن يجعلنا ممن تناله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: وما تلك المنظومة يا رسول الله؟ هذا الكلام في الرؤيا.
فقال الأصحاب له، يعني الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع من رسول الله ما يقول. فقال صلى الله عليه وسلم: قل أبدأ بسم الله والرحمن، وهذا أول بيت في المنظومة، فقال أبدأ بسم الله والرحمن إلى آخرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه. فلما استيقظ من منامه قرأ ما رآه في منامه فوجده محفوظا، عم يتذكر شو شاف فأعاده. أنا إخواني حصل معي شيء قريب من هذا، سبحان الله. كنت خارج في باكستان، فكنت يعني أسأل نفسي سؤال في موضوع معين، فرأيت في الرؤيا كأن أحدا يردد علي بيتا من الشعر وفيه جواب لسؤالي، سؤال كان يحيرني في موضوع معين. فنمت فرأيت في الرؤيا كأن أحدا يردد على مسمعي بيت من الشعر، لا أعلم من هو، رسول الله غير رسول الله، ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صوت جميل ووقع في قلبي. قمت من الرؤيا، عدت استذكر الرؤيا، فرأيت أن البيت الذي سمعته محفوظا وسجلت عندي ومازال حتى الآن مسجل، سبحان الله. فهذا أمر حصل معي إلي شخصيا. فهذا قالها في الرؤيا، ثم استيقظ بعد الرؤيا فأعادها فوجدها محفوظة عنده. ثم لما كانت ليلة الجمعة التي هي ليلة 28 حسابا من شهر ذي القعدة، رأى الناظم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقت السحر في المنام، فقال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما جمعته، أي في قلبك، يعني بدون قراءة، يعني قراءة عن غيب. فقرأه من أوله إلى آخره وهو واقف بين يديه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم واقفون حوله يقولون آمين بعد كل بيت من هذه المنظومة. فلما ختم قراءته قال صلى الله عليه وسلم: وفقك الله تعالى لما يرضيه، وقبل منك ذلك، وبارك عليك وعلى المؤمنين، ونفع بها العباد، اللهم آمين، قلوا آمين. ثم سأل الناظم بعد اطلاع الناس على سئل الناظم بعد اطلاع الناس على تلك المنظومة فأجاب سؤالهم، فزاد عليها منظومة من قوله: وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. نسلم ونقبل ما جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وإن كانت الرؤيا ليست مصدرا من مصادر التشريع، حتى لا يظن البعض أن الرؤيا هي مصدر من مصادر التشريع، إنما الرؤيا قال العلماء أنها للاستئناس، أحيانا تعزم على فعل شيء لكنك تتردد فيه، فتأتيك رؤيا من الله تقوي عزيمتك وتستأنس بها للقيام بالعمل. وكان الإمام المرزوقي يريد أن يكتب منظومة في عقيدة تجمع بسيطة لأهل السنة والجماعة، فتردد في ذلك أو لم يعزم عزيمة قوية، فجاءت الرؤيا تقوي عزيمته. وهذه المقدمة من جمالها أنها جمعت مواضيع العقيدة. مين بيتذكر نحن تكلمنا بأول مجلس من مجالس مقدمات في علم العقيدة، وقلنا أن العلوم لها مبادئ، ومبادئ العلوم كم؟ 10. والمبدأ الأول الحد، ما معنى الحد؟ تعريف. بعدين ثم الموضوع، ما موضوع علم العقيدة؟ ذات الله من حيث الواجب والجائز والمستحيل، يعني بنسميها شو؟ إلهيات. رقم 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بنسميها؟ نبوات. رقم 3 لا خلصنا أسماء الله وصفاته، السمعيات، يعني شو؟ الغيبيات. إذن إلهيات ونبوات وغيبيات. وهذا المتن جمع فيه الكاتب فيما يجب لله تعالى من صفات، وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، وما يجب للأنبياء من صفات وما يجوز لهم وما يستحيل عليهم، وفي بيان ما يتعلق بالملائكة، وفي بيان ما يتعلق بالكتب السماوية. ثم الجميل في هذا المتن أنه ذكر في آخره سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم مختصرة، فمن قرأ هذه المنظومة وفهمها وفهم شرحها استطاع أن يجمع مختصرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشرع مستعينين بالله جل جلاله بشرح هذه المنظومة، ونحتسب الأجر عند الله جل جلاله، لأننا نتكلم عن أفضل علم في الكون وهو العلم بالله. هذا مقصود الخلق، أنت مقصود وجودك أن تتعرف على الله، لأن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما جاء في تفسير قول الله يعبدون أي يتعرفون. فهذه العقيدة تعرفنا بالله جل جلاله وبأسمائه وبصفاته،
وهذا من المعلوم من ينبغي أن يكون من المعلوم من الدين بالضرورة. وذكرنا في مبادئ العلوم في أول مجلس أن حكم تعلم علم العقيدة أنه واجب عيني، فرض عيني على كل مسلم. وأنا يعني هيك أقول لكم كيف سيكون الشرح. سيكون الشرح أولا أحاول قدر المستطاع أن أمر على كل الكلمات، لأنه دائما المنظومة بتكون كتير مختصرة، فكل كلمة بتحمل معاني. لو بتروح على متن عقيدة نثرا مش نظما فبتلاقي فيه شروحات كثيرة، فحتى يستطيع الكاتب يحول النثر لنظم فبيجمع كتير كلمات بكلمة. فنحن حنمر نحاول على كل كلمة، ما حنغوص كتير بكامل التفاصيل لأنه هو اسمه متن للمبتدئين في علم العقيدة، لكن إذا اضطررنا لبيان شيء ملاحظة معينة فنمر عليها. وأتمنى أن نبقى مركزين، يعني صار مارق سبحان الله بسرعة الوقت، وأصلا هو الوقت ضيق بين المغرب والعشاء، فنحاول إن شاء الله نخلص أول أربع أبيات في هذا المجلس. والمعلومة التي تمر عليها إذا استطعت أن تكتبها فهذا أولى وأحسن وأضبط، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم بإذن الله جل جلاله. يقول الإمام أحمد المرزوقي المالكي الحسيني نسبة للإمام الحسين، وهو منسوب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين، قال: أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. البداية بالتسمية والحمد، هذا دأب العلماء في كل المتون، ويكون ذلك للتبرك باسم الله وللاستعانة باسم الله، وهذا محاكاة لمنهج القرآن الكريم. فربنا جل جلاله جعل الآية الأولى من السورة الأولى التي نقرأها دائما، ليست نزولا، ليست أول نزول من القرآن سورة الفاتحة والبسملة فيها، إنما ترتيبا في آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه القرآن، كان أول ما قرأ جبريل بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله؟ هنا قال أبدأ بسم الله. أبدأ هو يتكلم عن نفسه، أي أبدأ كتابة هذا النظم باسم الله. هذه الباء، واللي درس النحو يعلم أنها تختلف عن اسم، أنها حرف جر ألصق بكلمة اسم. الباء لها معنى واسم لها معنى. ما معنى الباء هنا؟ الباء معناها المصاحبة والتبرك، أي أكتب هذه المنظومة وفي كل لحظة أكتب بها هذه الأبيات أكون مصاحبا لاسم الله. لماذا؟ تبركا باسم الله وصفاته وكل أسماء الله، تمام؟ وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر. لذلك إذا أكلت تقول بسم الله، وإذا لبست تقول بسم الله، وإذا نمت تقول بسم الله، وإذا استيقظت تقول بسم الله، وإذا لبست تقول بسم الله. فتبدأ أي عمل باسم الله، أي أنا أصاحب في عمل هذا اسم الله جل جلاله. فإذا الباء للمصاحبة والتبرك، أتبرك باسم الله، فاسم الله جل جلاله مصاحبا لي في كتابتي. ما معنى اسم؟ اسم وما يدل على المسمى. يوم إذا قلنا فلان هذا اسمه، لكن هذا الاسم يدل على المسمى. وطبعا ما بدنا نفوت بتفاصيل النحو، الأسماء أنواع، في اسم جنس وفي اسم علم. مثل إذا قلنا رجل هذا اسم، لكن هذا لا يدل على ذات معينة، إنما يدل على جنس من البشر اسمهم الرجال. لكن لو قلت محمد محمود خالد، أي محمد الذي اسم أبيه محمود والذي كنيته وعائلته خالد، فهذا اسمه اسم علم يدل على مسمى معين. فأقول أبدأ باسم من؟ بسم الله، الله جل جلاله. من ناحية التعريف اللغوي ماذا نقول في تعريفه؟ هو اسم علم، اسم علم يدل على المسمى وهو الله
جل جلاله واجب الوجود. لو نكتبه هون ضروري إخواني. أول شيء الاسم ما يدل على المسمى. لفظ الله اسم علم يدل على الذات العلية جل جلاله. الواجب الوجود، شو يعني واجب الوجود؟ هيك إذا بدنا نرجع شوي على السريع للمقدمات، الواجب الوجود عقلا يستحيل الكون بدونه بسبب القواعد، قاعدة السببية واستحالة التسلسل واستحالة الدور وغير ذلك. فإذن اسم علم يدل على الذات العلية الواجب الوجود المستحق لكل كمال يليق بذاته، المستحق لكل كمال يليق بذاته جل جلاله. هذا الاسم إخواني في الله هو مختص به جل جلاله، لا يشاركه به أحد. باقي الأسماء قد يشاركه به بها المخلوقات، مع طبعا مشابهة أسماء فقط ليست حقائق. فقد تقول فلان رحيم والله رحيم، وقد تقول فلان كريم والله كريم، وقد تقول فلان رب لشيء وهو رب. هذه قد يشترك المخلوقات معه جل جلاله فيها اشتراكا لفظيا، لكن ليس اشتراكا حقيقيا، تمام. وهذا الاسم الله جل جلاله عند جمهور العلماء ما هو؟ هذا عند جمهور الفقهاء اسم الله الأعظم. كلمة الله عند جمهور العلماء والفقهاء اسم الله الأعظم. قال بعض الفقهاء الحي القيوم، وقال البعض الرحمن الرحيم، وقال البعض أسماء أخرى، لكن عند الجمهور، عندما أقول الجمهور يعني عند كثير من أهل العلم من علماء العقيدة والفقه والتفسير وغير ذلك، أن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم. وفي الحقيقة أن اسم الله الأعظم يعني ليس هنالك دليل قطعي على معرفته، ولعل الله جل جلاله أخفاه حتى يدعو المؤمن منا والواحد منا بكل أسماء الله جل جلاله. طيب، قال أبدأ بسم الله والرحمن، هون الواو معطوفة على شو؟ على أبدأ. أبدأ باسم الله وأبدأ بالرحمن، ها عم بفرجيك كيف أنا أصاحب في كتابتي أسماء الله. ما معنى الرحمن؟ لأنه آية بعدها وبالرحيم. أبدأ باسم الله والرحمن. اكتبوا عندكم الرحمن هو المنعم بأصول النعم. والرحيم اللي بعدها المنعم بدقائق النعم. يوم أصول النعم مثل إيش؟ مثل الحياة. أنعم الله عليك بالوجود، أنعم الله عليك بالحياة، أنعم الله عليك بالسمع بالبصر، هي اسم أصول النعم. أنعم الله عليك بالإسلام. ثم الرحيم قال هو المنعم بدقائق النعم. كل نعمة تأتيك أنت خصوصية لك فهذا دليل على أن الله جل جلاله هو الرحيم، وهذا يعني من صفات الكمال والجمال لله جل جلاله. أبدأ باسم الله والرحمن وبالرحيم، كمان الواو معطوفة على البداية، أي وأبدأ بالرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. دائم الإحسان ربنا جل جلاله، وهذا من صفات الكمال. وهون عندنا يا إخواني قاعدة، أن الله جل جلاله صفاته صفات كمال، ومن الصفات المستحيلة في حق الله جل جلاله صفات النقص. والذي يكون إحسانه غير دائم هذه صفة من صفات النقص. ممكن يعطي ممكن ما يعطي، يوم بيكرم ويوم ما بيكرم، يوم بيحلم ويوم ما بيحلم، يوم بيرحم ويوم ما بيرحم. هكذا الخلق، تلاقي يوم بمزاج ويوم بغير مزاج. فالخلق عندهم صفة من صفات النقص، والله جل جلاله صفاته صفات كمال. ومن صفات الكمال لله أنه دائم الإحسان. أحسن علينا بالوجود،
أحسن علينا بالشمس، أحسن علينا بالقمر، أحسن علينا بالهواء، أحسن علينا بالماء، فالله جل جلاله دائم الإحسان. طيب، البيت الثاني قال: فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول. من السنة أنك إذا بدأت باسم الله أن تثني بالحمد لله، لذلك في الخطب، في الدروس، في المواعظ، في الكلام، دائما تجد العلماء والخطباء والوعاظ كيف يبدأوا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك كما قلنا محاكاة للقرآن، لأنه أول سورة في القرآن ابتدأت به بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين الحمد لله رب العالمين. فالذي يبدأ كتابه، كلامه بالبسملة والحمد، فهو يحاكي نهج القرآن الكريم. وهنالك حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح وفيه كثير من الروايات: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، في رواية بالحمد لله، فهو أبتر أو أقطع. لذلك انتهج الكاتب هذه المنظومة كتابتها بما تعود عليه العلماء، وهو أن تبدأ ببسم الله والحمد لله. شو يعني الحمد؟ لا، الشكر غير الحمد. الحمد هو الثناء، لو نسجل عنا، هو الثناء باللسان على الجميل، سواء كان مقابل نعمة أم لا. يعني ربنا جل جلاله من صفاته أنه جميل فيثنى عليه، لذلك من أجمل ما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على ربه: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: الثناء باللسان على الجميل سواء كان مقابل نعمة أم لا. بدأ بالبسملة ثم بدأ بالحمد لله، فقال: الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول. هنا مسألة مهمة متعلقة في علم العقيدة عموما، وهي مسألة الأسماء والصفات. الأسماء والصفات، ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء العلماء تشددوا بها أكثر من الصفات، فقالوا أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلق اسماً على الله جل جلاله إلا إذا ورد بذلك دليل نقلي صحيح. فأسماء الله جل جلاله ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، هذا من ناحية إيش؟ الأسماء. الأسماء هي ما أطلق على الله جل جلاله، وذلك من خلال دليل نقلي من القرآن أو السنة الصحيحة. أما الصفات من باب تقريب المعاني، لا بأس أن تقال وإن لم تكن مذكورة في الكتاب ولا في السنة. وإن استطعنا أن نحافظ على المصطلحات المذكورة في الكتاب والسنة فذلك أولى، لكن لتقريب المعاني ولتأكيد المفاهيم فلا بأس بذلك. ومنها ما قاله المصنف هنا، الصفة الأولى، قال: فالحمد لله القديم الأول. طبعا لفظ القديم له أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ مين بيتذكر؟ لا، كلمة قديم، هذا مش حديث النبي، هذا عقيدة الإمام الطحاوي. ها؟ شو الدعاء؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. طيب إيش يعني القديم؟ هل مقصود هنا من القدم قدم الزمان؟ ليس المقصود به قدم الزمان، لأنه من الأمور التي ينبغي أن نتعلمها وأن نفهمها وأن نتيقن عليها أن الله جل جلاله لا يتأثر بالمخلوقات، والمخلوق واحد منه الزمان والمكان، هذا مخلوق. فالله جل جلاله لا يتأثر بالزمان. أنا وإنت إلنا زمان، كنت عدما ثم صرت موجودا، ووجودي له زمان، ثم بعد هذا الوجود أعدم أو أموت، فهذا الوجود له بداية وله نهاية،
وهذا لكل المخلوقات من أول مخلوق خلقه الله السماوات وما فيهن والعرش والكرسي والمياه والهواء والأرض والأراضين والكواكب والمخلوقات كلها لها بداية، يعني لها بداية متعلقة بالزمان ولها نهاية متعلقة بالزمان. فالله جل جلاله من صفاته الثابتة في حقه أنه قديم. ما معنى قديم؟ فسرها بالكلمة التي بعدها فقال الحمد لله القديم الأول. والنبي عليه السلام بيّن في إحدى الروايات قال أول، شو يعني القديم؟ أول، شو يعني أول؟ يعني بلا ابتداء. تقول لي شيخ ما أقدر أنا يعني افهمها، كيف افهم عقلا؟ أقول لك هل ترى عينك كل شيء؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تسمع الأذن كل شيء؟ كذلك العقل محدود، عقلك محدود، لأن عقلك يقيس على المعلوم. أنت ما تعلمه أن كل المخلوقات حولك لها بداية، فأنت تقيس الخالق على المخلوق، هذا لا يقاس. فإذا قست الخالق على المخلوق فبتقول لي كيف؟ ما أقدر أتصور كيف ليس له بداية. فتسلم بما جاء من عند الله جل جلاله من دون أن تشبه الله تعالى بمخلوقاته. فإذا أردنا التشبيه وقع الواحد في التشبيه تبدأ هذه الأسئلة عنده. فإذا سأل الواحد منا يا عمي طب كيف أنتم بتقولوا ليس له بداية، فماذا نقول له؟ نقول له هذا مما لا يتصور، لأن العقل محدود والعقل يتصور المشاهدات وأنت تشاهد المخلوقات، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال فالحمد لله القديم الأول، كمان بالمقابل الآخر الباقي بلا تحول. كل هذه صفات ثابتة في حق الله. الصفة الأولى صفة القدم، الصفة الثانية الأول، الصفة الثالثة الآخر، الصفة الرابعة الباقي، الآخر الباقي. الآخر الباقي مثل إيش؟ مثل القديم الأول. ما معنى الآخر؟ مثل ما فسرنا الأول، أول بلا ابتداء، آخر وممكن نسمعها دائم بلا انتهاء. فكل المخلوقات يصيبها الفناء، لذلك مما ذكره الإمام الطحاوي قال لا يفنى. لا يفنى يعني ليس له نهاية، لا يفنى ولا يبيد، لا ينتهي ولا يكون إلا ما يريد جل جلاله. فالله جل جلاله لا أول له، أول بلا ابتداء، لا ابتداء له، وآخر بلا انتهاء، لا نهاية له. وهذا معلوم فيما سمعناه من روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض كل الأرواح، ثم يقبض روح ملك الموت فلا يبقى أحد، ثم ينادي جل جلاله لمن الملك اليوم، فينادي ربنا جل جلاله لله الواحد القهار. هنا في ملاحظة، الأمور التي تتعلق بالبداية والنهاية على أنواع. الذي ليس له بداية وليس له نهاية من هو؟ الله. الذي له بداية وله نهاية ما هو؟ مخلوق. طيب هنالك مخلوق له بداية وليس له نهاية، الجنة والنار. أحسنت، الجنة والنار لها بداية، ولكن الله جل جلاله كتب لها الخلود بعدما يدخل إليها الناس. فهنالك مخلوقات لها بداية ولكن ليس لها نهاية، وهذا بأمر الله جل جلاله. فقال الآخر الباقي بلا تحول. أيوة، اليوم بما أنه عنوان العقيدة عقيدة العوام، الكبار بالسن بس يشوف واحدك متغير شو بقول؟ سبحان اللي بغير وما بيتغير، صح؟ مش هيك بنقول بالعادي؟ سبحان اللي بغير وما بيتغير. من عقيدة العوام التي فطر الله جل جلاله الناس عليها، ثم جاءت العقيدة لتثبتها، أن الله جل جلاله لا تغيره الحوادث. ما معنى الحوادث؟ يعني المخلوقات. فهنالك مخلوق إذا كان الله جل جلاله تغير والعياذ بالله بسبب مخلوق، فهنا دليل على أن الله احتاج لهذا المخلوق، ودليل الاحتياج إلى هذا المخلوق دليل النقص، والنقص صفة مستحيلة لله، ومن صفات الله صفات الكمال. أفهم؟ بحاول بسط قدر المستطاع. الحمد لله القديم الأول،
الآخر الباقي بلا تحول. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما نظر إلى بأي صورة؟ بس نظر للكواكب بالأنعام عندما نظر، فقال فلما أفل تغير، قال لا أحب الأفل، ربي لا يتغير جل جلاله. طيب طبعا هو يعني كلمهم بالمنطق الذي يتكلم فيه. ثم الصلاة والسلام سرمدا، طبعا السنة أن تبدأ بالبسملة ثم بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الصلاة؟ الصلاة عموما هي الدعاء بالخير، لكن تختلف ممن تصدر. فالصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة دعاء بالاستغفار، تمام؟ فعندما نقول ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى ثم الصلاة؟ ها؟ لا، دعاء من مين؟ بماذا تدعو؟ أدعو الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة لفظ يفيد الدعاء، الطلب من الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله تعالى خير وبركة ورحمة، فالذي يعطي قدر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله. فأقول ثم الصلاة، ومن الأدب أن تقرن الصلاة بالسلام، فأقول ثم الصلاة والسلام. ما معنى السلام؟ هو نوع من أنواع الأدب والتقدير لمن يسلم عليه. قال ثم الصلاة والسلام سرمدا، ما معنى سرمدا؟ أي دائما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب عظيم، يعني يضيق الوقت بذكر فضائله، لكنها من النعم التي يكرم الله تعالى العبد بها، أن يكرمه بدوام تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد. ما معنى النبي؟ ولما يعني لفظ النبي مما استنبط؟ من النبأ، أحسنت. ما هو النبأ؟ الخبر. فإذا مقصود النبوة هنالك خبر لا بد أن يبلغه، معك نبأ طلبت منك أن تخبره لغيرك. فلذلك النبي، إذا أردنا نحن ننزل على صفات الأنبياء بس على يعني عجالة، هو إنسان ذكر حر، إنه لا يمكن أن يكون النبي أنثى، ولا يمكن أن يكون النبي غير حر، وله صفات واجبة سنمر عليها. هو إنسان ذكر حر نزل عليه الوحي بتشريع، كلف بتبليغه أم لم يكلف، هذا في خلاف بين الفقهاء، ما بدنا نفوت بتفاصيل الأمر، لكن هذا هو النبي. وهذا لفظ عام، والمراد به هنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. خير من قد وحد، وهنا يا إخواني بدي تركزوا بمسألة، أجمع أهل العلم قاطبة، وذكر ذلك النووي في شرحه لمسلم وابن حجر العسقلاني وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقات على الإطلاق. عندما يقول على الإطلاق يعني أفضل من مين؟ أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل وميكائيل، وأفضل من الكرسي، وأفضل من العرش، وأفضل من السماوات والأرض وما بينهن، وأفضل من حملة العرش، وأفضل من الملائكة، وأفضل من كل المخلوقات. لذلك اختلف العلماء بين الأفضلية بين الكعبة المشرفة وبين الروضة الشريفة، فمنهم من قال أن الروضة أفضل من الكعبة لأن فيها جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الكائنات. قال خير من قد وحد. نختم بالبيت الأخير، قال وآله. من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآل يا أخواني بسرعة على عجلة بالمؤذن، الآل إذا ذكرت في الدعاء المقصود بها كل مؤمن، آل النبي كل مؤمن. وإذا ذكرت في باب الزكاة، لأن ننتبه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم الزكاة، فقال السادة الشافعية المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بنو هاشم وبنو المطلب. فإذا في واحد ثابت نسبه، ثابت شجرة النسب عنده لبني هاشم أو بني المطلب للنبي عليه السلام، فلا يجوز أن يعطى عند جمهور الفقهاء من مال الزكاة، لأن مال الزكاة من أوساخ الناس. طيب وآله وصحبه، من هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي ما تعريفه؟ هو كل من لقي مش رأى، ممكن يكون أعمى، عبد الله بن أم مكتوب ما رأى النبي عليه السلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول، وآمن به الشرط الثاني، ومات على ذلك الشرط الثالث، ولو كان صغيرا، هذا اختلف في الفقهاء، لكن كل من لقي النبي وآمن به ومات على ذلك
فهو من الصحابة الذين لهم حق علينا، فنحن ليس ممن يرفض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ممن يغالي بهم فيقول أنهم معصومون، إنما هم بشر ليسوا بمعصومين، لكن لهم حق الصحبة ولهم قدر عظيم، وكلهم عدول. وآله وصحبه ومن تبع، شو يعني من تبع؟ يعني التابعون. لذلك عندنا السلف هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، سبيل دين الحق غير مبتدع. إن مد الله في أعمارنا نتكلم عن موضوع المبتدع، من هو المبتدع غير مبتدع، ما البدعة وما معناها وما تفصيلها، إن مد الله تعالى في أعمارنا الأسبوع المقبل. أتمنى أن تحفظ هذه الأبيات الأربعة وتضبط إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بعد بيان البدعة بصفات الله سبحانه وتعالى والجائز في حقه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.